السلام عليكم، تحياتي الأصدقاء، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم غنكملوا النقاش ديالنا حول استعداد المباراة ديال التعليم. اليوم غنتكلموا على سوسيولوجيا التربية. سوسيولوجيا التربية تعتبر من الأشياء اللي كاينة في التوصيف اللي كان ديال السنة المنصرمة. علاش تعتبر سوسيولوجيا التربية مسألة أساسية؟ إذا كان علم النفس النمو تهتم بالنظريات السيكولوجية اللي تتطابق بالتعلم، وكيفاش الطفل تتعلم على المستوى النفسي، وكيفاش تنمو المهارات ديالو فكرية، حسية، وجدانية، تواصلية. فبالنسبة لسوسيولوجيا التربية كنركزوا على البعد السوسيولوجي أو البعد الاجتماعي. نعرف جميعا بأن كل إنسان لا يمكن أن يصبح إنسانا إلا داخل المجتمع. إذا حضوره داخل المجتمع يعتبر عنصر فاعل في تطوره ونموه على المستوى المعرفي وعلى المستوى النفسي. ولعل كثير نظريات في علم النفس وفي علم الاجتماع لا تقول بأنه ممكنناش نفصل بين ما هو سوسيولوجي وما هو نفسي، وهذا هو يسمى علم النفس الاجتماعي. بهذا المعنى فإن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تتلعب دور كبير في تطور شخصية الطفل والنمو ديالها على المستوى النفسي وعلى المستوى التربوي. هنا تيجي الدور ديال السوسيولوجيا التربية. إذا فما هي سوسيولوجيا التربية؟ وما مجالات اهتماماتها؟ وما أهم المقاربات التي ربطت علم الاجتماع بالتربية؟ وأول حاجة نقوم بها هي التعريف ديال سوسيولوجيا التربية. تعرفوا السوسيولوجيين بأنها دراسة علمية للسلوك الإنساني ضمن مجموعة متعاقدة على عدة من أشكال التنظيم، والتي على أساسها تتحدد طبيعة تصرفات الأفراد، ومن خلالها تستنبط مختلف النظريات التي تصف أنماط السلوكيات الملاحظة داخل البيئة التعليمية. هذا تعريف يقول بأن الدور ديال السوسيولوجيا التربية هو نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الطفل داخل واحد البنية اجتماعية أو ثقافية. كاين تعريف آخر اللي هو جورج باين، وهو عالم اجتماع تربوي، يقول بأنها علم الذي يصف ويفسر النظم والطرائق والعمليات الاجتماعية، ويقيم طبيعة العلاقات التي يكتسبها الفرد فيها أو عن طريقها تجربه ويقوم بتنظيمها. إذن هذه تعتبر أهم التعريفات ديال السوسيولوجيا التربية. دابا نمشيو للمقاربات ديال السوسيولوجيا التربية. طبعا عندنا مجموعة من النظريات اللي حاولت تفسر السلوك الإنساني داخل المدرسة وشنو هو الدور ديال المدرسة على المستوى الاجتماعي. عندنا مجموعة من النظريات السوسيولوجية، غنبداو بالنظريات الكلاسيكية اللي تسمى المقاربة الوظيفية. أصولها نابعة من عالم الاجتماع الفرنسي اللي هو إيميل دوركاي. يقول بأن الدور ديال المدرسة هو إدماج الفرد داخل البنية الاجتماعية، وإدماجه داخل المجتمع عن طريق مبادئ الدينية والأعراف والتقاليد والقيم الأخلاقية السائدة داخل المجتمع. بهذا المعنى أن الفرد الدور ديال المجتمع هو أنه يلقن البنية الثقافية والاجتماعية اللي كاينة داخل هذا المجتمع. وستشوف بأن النظرية الوظيفية بأن الفعل التربية يمارسه الكبار على القاصرين، وتتخذ التربية موضوعا لتنشئة الطفل. ويقول إيميل دوركاي بأن التربية ضرورة اجتماعية لتربية الصغار على قبول الوضع الاجتماعي، يعني باش يتقبلوا الحياة ديالهم داخل المجتمع. وأن التربية لا تنتج الفرد الطبيعي، وإنما الفرد الذي يريده المجتمع، بمعنى أن الفرد داخل هذه التربية هو عجين أو بنية نحاول أن نصوغه بالطريقة التي تخدم الثقافة والنموذج الاقتصادي والاجتماعي السائد داخل المجتمع. هكذا يجدد المجتمع بالتربية الأفراد ووجوده الذاتي بالحرص على ضمان انسجام الأفراد داخل البنية الاجتماعية. إذا من جهة بان أن الدور ديال التربية بالنسبة لإيميل دوركاي هو إدماج الفرد داخل المجتمع، وكذلك تلقينه الثقافة والبنية المجتمعية، وتلقينه أساليب السلوك المتعارف عليها داخل المجتمع. النظرية الثانية تتسمى النظرية التفاعلية أو النظرية الرمزية. هذه التفاعلية ولا الرمزية عند مجموعة الرواد، ومن المؤسسين ديالها هو ماكس فيبر، اللي يقول بأن الفرد هو فاعل داخل المجتمع، بأن البنية ماشي خارجة على الفرد، بأن الفرد حتى هو مساهم في تطوير البنيات الاجتماعية. تتكون عند جوج ديال المبادئ. المبدأ الأول، إن البشر يتصرفون حيال الأشياء على أساس ما تعنيه تلك الأشياء لهم، يعني كاين البعد ديال المعنى بالنسبة للفرد. المقاربة الثانية، الأساس الثاني هو أن هذه المعاني هي نتاج للتفاعل الاجتماعي في المجتمع الإنساني، يعني هذه المعاني اللي تنتكلموا عليها
المجتمع في التفاعل بالأفراد مع بعضياتهم تنتج لنا هذه المعطيات. المفاهيم الأساسية ديال هذه النظرية هي التفاعل. تقول بأن الفرد داخل المجتمع دائما كاين عملية تفاعلية متبادلة بين الفرد والفرد، بين الفرد والجماعة، بالجماعة والجماعة. الرمز أن كل ثقافة ولا كل مجتمع عنده مجموعة الرموز وعنده مجموعة ديال البنيات التواصلية. ثم المرونة هي قدرة الإنسان على التصرف بطريقة معينة بطريقة أخرى في وقت آخر. ثم عندنا مفهوم الوعي الذاتي، أي قدرة الفرد على تمثل الأدوار ديالو داخل المجتمع. بمعنى ما عندناش واحد القاعدة الأساسية تتبع كل شيء، بالعكس كل فرد يقدر يصنع واحد المعنى داخل المجتمع. مرتكزة هذه النظرية تقول بأن الفرد يعتبر فاعل أساسي في تطور المجتمع، على عكس نظرية كلاسيكية وظيفية عند إيميدر كين تقول بأن الفرد هو متلقي سلبي. وبهذا المعنى فإن التفاعلية الرمزية تقول بأن الفرد هو فاعل داخل المجتمع، بمعنى أن الفرد داخل المدرسة حتى هو عنده دور في تأسيس بنية الجماعة، ماشي غير الجماعة تحدد معنى ديال الفرد. هناك هذا البعد التفاعلي، ولعل المقاربات ديال التدريس اللي كاين حاليا اللي هي الكفايات والمشروع وغيرها من الاشياء تتحدد هذه المنطلقه، هذا تقول بان المتعلم هو محور العمليه التعليميه التعلميه. بهذا المعنى فان الفرد يؤثر على الجماعه اللي هي جماعه القسم ويتفاعل معها، وليس فقط متلقي سلبي لما يقدمه المدرس او ما تقدمه البرامج التعليميه بشكل. ثم عندنا ثالث نظرية في مجال سوسيولوجيا المدرسة هي مقاربة الصراعية، ولعل من رواد هذه المقاربة هذه هو بيير بورديو، وهو فيلسوف يساري اعتبر بأن المدرسة هي إعادة إنتاج للصراع الطبقي اللي كاين داخل المجتمع، وبالتالي فإن المدرسة ليست محايدة عن البنية الاجتماعية هي البنية الفوقية والبنية التحتية، فبالتالي الذين يمتلكون القوة الاقتصادية والقوة الاجتماعية يحاولون إعادة إنتاج بنية ثقافية تسميها العنف الرمزي، بحيث يكون هاد الناس اللي تقرأوا في المدرسة أقل حظ وأقل وفرة في القدرة على اكتساب المهارات والمعارف، خصوصا إذا نتكلموا على التعليم المزدوج اللي فيه تعليم ديال الطبقة البرجوازية تقرأ في واحد النمط التعليمي خاص بها، والطبقة الفقيرة ولا الكادحة تقرأ في نمط تعليمي خاص بها كذلك. وبالتالي كيشوف بورديو بأن دور علم الاجتماع ولا سوسيولوجيا المدرسة هو أن تحدد هذا الواقع وأن تغيره، ليس فقط أن تفسره أو تشرحه. من المفاهيم المركزية عند في النظرية الصراعية مفهوم العنف الرمزي، التي تعني وسيلة لممارسة السلطة، فهو شكل من أشكال السلطة تمارس على الفاعل الاجتماعي بهدف إكراهه. ثم عندنا مفهوم إعادة الإنتاج، حينما تتمكن مجموعة بشرية من فرض رأسمالها الرمزي. ثم عندنا كيفاش يشوفوا التربية بمنظور نقدي. يرى بورديو أن الحقل التربوي يشكل أبشع مظاهر الاستبداد الرمزي، ففيه تتحقق كل مظاهر نظريته الرأسمال الرمزي. ثم عندنا إعادة الإنتاج بالنسبة لبورديو في المدرسة تكون من خلال أن الناس اللي يمتلكوا حظ أوفر من الرأسمال يقرأوا واحد حالي وقع دابا اليوم في الصراع اللي كاين بين المدرسه العموميه والمدرسه الخاصه، ان الناس اللي تيقراو في العمومي الدوله تدير مجموعه القوانين المجحفه، فان الناس اللي تيقراو في الخصوصي لان الاب ولا الناس اللي كيخلصوا على هذو الفلوس تيختاروا المدارس اللي غتكون مناسبه لهم، وتيختاروا حتى البرامج الدراسيه اللي غيتقراوها ولا شنو طبيعه التعلم اللي غيتعلموا. اذا هنا بشكل عام هذه هي اهم المقاربات الاساسيه في السوسيولوجيا التربيه، عندنا النظريه الكلاسيكيه هي الوظيفيه، ثم التفاعلية الرمزية، ثم الصراعية. مسألة أخرى وهي سوسيولوجيا التربية بالمدرسة المغربية. هنا غنتكلموا على كيفاش تطورت التاريخ وتطور المدرسة في المغرب من خلال البرامج اللي دارتها الوزارة التربية الوطنية منذ الاستقلال، وكذلك المخطط الكبرى اللي تدمتها سواء الوزارة التربية الوطنية سواء الرؤية العامة اللي كانت في التعليم من خلال مجموعة ديال الكتابات المفكرين الكبار بحال محمد قسوس بحال الجابري وغيرهم من التربويين ولا من المفكرين اللي هضروا على سوسيولوجيا المدرسة المغربية. عندنا مسألة أخرى وهي الديناميات الجماعة في مجال التربوي. إذا هذه الجماعة اللي هي تتقى داخل القسم كاين واحد المفهوم اللي هو الديناميات الجماعة، هو مفهوم قيادي يرتبط بمسألة التدبير ومسألة التوجيه.
دينامية الجماعة تعتبر من القوى المتفاعلة داخل الجماعات، الهدف ديالها هو تنظيم المؤسسة. إذا الهدف ديال دينامية الجماعة هو أن الفاعلين داخل هذا الحقل التربوي اللي هما المتعلمين، المدرس، المشرفين التربويين، المديرين، المفتشين، النواب، كل المسؤولين كيفاش يتفاعلوا مع بعضياتهم، وكيفاش يكون واحد المجموعة ديال العوامل داخل الدينامية، فيها عوامل تحفيزية، فيها عوامل صراعية، وفيها عوامل تفاعلية. إذا دينامية الجماعة في المؤسسة التربوية هي بمثابة الدورة الدموية في الجسد ديال المؤسسة، فهي الإطار الذي تتفاعل فيه كافة الأطراف العملية التربوية من أساتذة ومناهج وإدارة وتصورات نظرية حول كيفية التعامل مع البرنامج الدراسي، مع المتعلمين، مع الأنشطة الموازية داخل المدرسة. هذه كلها تدخل في دينامية الجماعة. هذا المعنى فإن الامتحان قد يكون في أسئلة مثلا شنو هو الدور التربوي داخل القسم، الأستاذ واش هو قائد قسم، واش هو موجه، واش هو ملقين. إذا هنا يمكن يكون مجموعة الأسئلة على مفهوم ديال دينامية الجماعة، واش المتعلمين تتعلموا قيم الأستاذ وتتعلموا بعضياتهم. أنا غنتكلموا على الدور التفاعلي ديال التعلم. بهذا المعنى فإن الأسئلة ديال الامتحان ديال العلوم التربية يمكن تحط فيها كثير من المفاهيم المتداخلة بين سوسيولوجيا المدرسة ودينامية الجماعة، لأن المفهوم ديال دينامية الجماعة هو مفهوم يرتبط بالقيادة داخل الشركات. طبعا تنظروا على الشركات، تنظروا على مجموعة المفاهيم بحال التحفيز، بحال الكفاءة، بحال المردودية، هذه كلها مفاهيم ترتبط بسوق الشغل وبمفاهيم مهنية. إذا نتمنى أن تكون الصورة واضحة حول بعض المعالم الكبرى ديال سوسيولوجيا المدرسة، وكيفاش أن المدرسة تعتبر حتى هي مجتمع صغير، فبالتالي يجب أن ندرك البنيات المتحكمة في المجتمع الصغير كيف يكون فاعلا ومنتجا بجميع مكوناته من مدرسين وتلاميذ وإدارة تربوية، وكذلك المتدخلين اللي هما خارج المدرسة اللي هما جمعية الآباء وأولياء التلاميذ اللي هما الفاعلين ديال المجتمع المدني. هذو كلهم يتفاعلوا مع بعضياتهم من أجل في آخر المطاف أن نحصل على فاعلية ونجاح داخل المدرسة. إذا نتمنى نكون وضحت أكثر بعض الأفكار حول سوسيولوجيا المدرسة. إذا عندكم شي أسئلة خليوها لنا في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا حتى مواضيع أخرى في مجال علوم التربية اللي تبغى نشتغلوا عليها. نخليكم في صندوق الوصف مجموعة المقالات اللي تهضر على هذه المواضيع اللي عندها علاقة بسوسيولوجيا المدرسة. وتبارك الله عليكم.